اللي انا بقولك عليها الويندو اللي هي البراوزر اوبجكت مين موديل، التعامل مع براوزر نفسه. تمام، الويندو ده اوبجكت زي الدوم بالظبط اهو. طبعا بيقول لك ويندو دوت دوكيمنت، انت اصلا كمان من الويندو تقدر توصل لمين؟ للدوكيمنت اصلا، يعني هو جوه الدوكيمنت ده، الويندو ده جوه الدوكيمنت اصلا، دوكيمنت كذا ويندو دوت. لو انت عايز تجيب الهايت بتاع الويندو ده، تعالى نعمل حاجه حلوه جميله، تعالى نعمل ايه؟ نيجي هنا كده ونعمل الديفايد اسمها اكس، نقول له ايه؟ لما اكليك على الباتون ده كليك، وتعالى نعمل مين؟ نديها مين؟ اي دي. الاي دي ده اسمه بي تي ان 1. انا عايز لما اكليك على الباتون ده يحصل يغير في التشنج بتاع التكست بتاع الديف دي. كنا بنعملها ازاي؟ اقول له دوكيمنت دوت مين؟ جيت اليمنت واي دي، اي دي اسمه ايه؟ بي تي ان 1 دوت كليك دوت اون كليك دوت اون كليك، تاخد مني فانكشن. تمام، ما عنديش الفانكشن، عايز انفذ فانكشن انوميوس. كنا بنعمل ايه؟ فانكشن وادي ايه قصير. الكود ده هيتنفذ امتى؟ لما كليك على مين؟ على البطن. كل اللي عايز اعمله اقول له ايه؟ ويندو دوت اكس، او تعالى نقول عشان يكمل لنا بقى، اقول له دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي، والاي دي اسمه ايه؟ اكس. تمام، وتعالى نحطه في مين؟ في فاريبل اسمه تي ال، تي ال اللي هو الاليمنت عندي. طيب الاليمنت ده عايز اغير ايه؟ عايز اغير الانر اتش تي ام ال او الانر تكست يساوي اللي انا كنت عايز اكتبه. كنت عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب من الدوم حاجه بقى، لسه هنتعامل مع الدوم ده كله ولا اي حاجه. بص لو انا كتبت اي كلام اهو، فيغير هلو ورلد بايه؟ باي كلام اللي هو زي الطبيعي بتاعنا. طيب في فانكشن بقى بتجيب الويدث او الهايت بتاع البراوزر اللي انت فاتح عليه، فبتقول له ويندو، ومن خلال ويندو تقدر توصل لاي حاجه. ويندو دوت انر هايت. تمام، ده كده عملت ريفريش جال لي الهايت بتاع ده كام؟ 289. طيب دول له انر ويدث، فهيجيب لك الويدث بتاع مين؟ بتاع مين؟ بتاع الشاشه. وانا كنت الشاشه بتاعتي كانت اصغر، هتبدا ايه؟ صغر لها. وتقدر ايه؟ تقدر تقول له ايه؟ ممكن احيانا كده شباب عايز تخفي اتريبيوت في الجافا سكريبت لما تكون الشاشه بتاعتك صغيره، لما تكون الشاشه بتاعتك كبيره. طبعا تقدر تعمله بالميديا كويري اصلا. الميديا كويري تقول له ميديا كويري وفي الويتس كذا والويتس كذا، اخفي ويزر، احنا عملناها قبل كده. ولكن لو انت عايز تضيف كلاس او تمسح كلاس، كلاس مثلا انت عايز الحركه دي في الموبايل كذا، اما في الشكل الصغير يعمل كذا، فانت ممكن تتعامل مع مين؟ مع الانر ويتس بالشكل ده. في بقى في الـ برضه في الدوم انت تقدر توصل للويدث وتوصل للهايت. تمام، تقدر توصل تقدر تقول له ويندو دوت اوبن، وتدي له الويندو اللي عايز تفتحه. يعني انت مثلا عايز تفتح ويندو جوه الويندو، يعني انت عايز تفتح ويندو مثلا جوه الويندو، ففي فانكشن جميله جدا تقول له بص ويندو، في من ضمن الويندو فانكشن اسمها برنت. فانكشن خلينا في برنت الاسهل. برنت يعني ايه يا شباب؟ انت عارف يعني ايه؟ يعني مثلا انت عندك مثلا الزرار ده عايز تسميه برنت، يروح يطبع لك ايه؟ يطبع لك مثلا الفاتوره اللي موجوده دي او اي حاجه مثلا. فلما اقول له برنت اعمل ايه؟ ده كله موجوده فين؟ في الدوم. فقلت له ويندو دوت مين برنت. برنت دي فانكشن جاهزه عندي في الجافا سكريبت. طيب خليها هنا عشان الناس لو هتنساها. طيب تقدر تقول له ايه؟ اهو كومنتها. تقدر تقول له ويندو دوت كلوز. في فانكشن اسمها مين؟ كلوز. كلوز دي يعني ايه؟ يعني لو انا دوست هنا كده، احيانا كده مش عايز اخلي اليوزر يكلوز من هنا، عايز مثلا زرار يكزايت من الابلكيشن مثلا، اكزيت ابلكيشن. لو دوست هنا طبعا هو بغض النظر عن اسمه برنت، طبعا انا مش هسميه برنت عشان ايه؟ يبقى دي حاجه بنتست بيها كده. فلما ادوس ريفريش ايه اللي حصل؟ الت شيفت تي تيست، يروح يعمل لي ايه؟ كلوز. طيب لو انا عايز اوبن حاجه اقول له ايه؟ كومنت دي، عشان الفانكشن دي بتتنسى كلنا بننساها، وانا اغلب انا اولكم بنساهم يعني. ويندو دوت مين؟ اوبن، وبتاخد مني يو ار ال اللي انا هفتحه.
تمام. يعني ايه الويندو اللي انت عايز تفتحها؟ ممكن راح ادي له الديمو 1 او اسامي، ما عنديش انا هي صفحه افتحها تاسك دوت اتش تي ام ال، تاسك دوت اتش تي ام ال، يعني ادي له انا يو ار ال صفحه. انا ممكن كمان اروح ادي له ايه، بص ده كده بيج يو ار ال صفحه اتش اتش ريف يعني. فانا اقول له ايه اوبن دي معايا تمام، وممكن اخليها اوبن از بوب اب يعني تظهر في نفس ايه الصفحه، يبقى لك دلوقتي موجوده عندنا يعني، انا خليك تفتح في نفس الصفحه. احنا وصلنا لحد فين؟ الاوبن كلوز موف تو ده كويس، موف تو كرنت كرنت تايب ريسايز تو انت ممكن تصغر الشاشه يعني، مثلا تدوس على الزرار كده تروح ايه ريسايز مثلا لرقم معين يعني، مثلا لو قلت له كده ويندو دوت 3 اي سايز 2 تاخد مني رقم ولا بتاخد مني ايه؟ تاخد مني رقم اكس وواي، اقول له سايز 500 و 500 تاخد مني اثنين بارامتر، البارامتر الاولاني الاكس والبارامتر الثاني الواي اللي هو محور الاكس ومحور الواي. فانا بقول له سايز الكلام ده، فلما اعمل ريفريش المفروض يصغر لي الويندو كده. ما حدش يسيب ها؟ هو ملاش تعمل ايه بقى؟ سايز جافا سكريبت نشوف نو وركينج وين ريسايز اد الويتس ولا الهايت. طب ما انا كاتب له كده رئيس فانكشن تشينج سايز وين ريسايز تو سكرين ويتس ناقص كذا وسكرين ويتس ناقص كذا. ماشي بس هو ما اشتغلتش اصلا. طيب سيبها بقى. تقدر من الويندو تقدر توصل لمين؟ للويدث او الهايت. تقول له سكرين من الويندو على طول، في حاجه اسمها سكرين، سكرين هايت، سكرين ويدث، سكرين افويد ويدث، افويد هايت، كولر ديبس او بيكسل ديبس. يعني انت كمان تعرف تجيبها بالبيكسل، يعني مثلا اصلا انت الهايت ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيكسل، بيكسل جنب بعضها، بيكسل جنب بعضها، ما هي 500 دي يعني ايه؟ انا قلت له كده دوت هايت انر هايت او هايت، ده بيجيب لك ايه؟ بيكسل، كم بيكسل في البحر؟ 50 بيكسل، فالويدث بتاعك مقدار 50 ايه؟ 50 بيكسل، فانت تقدر تعرف كم بيكسل، هي نفسها برضه. طيب دي مش هيفيدها في اكتر من اي حاجه؟ انا عايز يفيدني ده اللوكيشن بقى. في حاجه اسمها ويندو مين؟ لوكيشن. ايه اللوكيشن ده؟ لوكيشن مش خاص باللوكيشن، مش خاص باللوكيشن الجي بي اس بتاعنا، لا اللوكيشن ده يا شباب يعني انا مثلا دلوقتي فاتح صفحه ايه دول ديمو مين، هو ده اللوكيشن ده الاتش ريف بتاعك. انا واقف على بيج رقم ديمو 1، اليو ار ال بتاعها ديم 1 دوت اتش تي ام ال، الهوست بتاعي او الدومين بتاعي اسمه لوكال هوست. لما اجي ارفع على ويب سايت زي مثلا ياسر دوت كوم، ده الهوست بتاعي او الدومين بتاعي. لما اجي اجيب الدومين بتاعي يقول لي ياسر دوت كوم، لما اجي اجيب الدومين بتاع فيسبوك يقول لي فيسبوك دوت كوم، لما اجيب الدومين بتاع بتاع جوجل يقول لي جوجل دوت ايه دوت كوم. فلو انت عايز تجيب كل المعلومات اللي على الصفحه بتاعتك او اللوكيشن بتاعك او البيج بتاعك تكتب له كده ويندو، ومن جوه ويندو في بروبرتي اسمها مين؟ لوكيشن. جوه اللوكيشن دي تلاقي حاجه اسمها اتش ريف. اتش ريف دي يعمل ايه؟ تعالى كده استخدمها في فاريبل اسمها ريزلت. اتش ريف يا شباب ده وانا قلت له element dot inner text او اتش تي ام ال يساوي ريزلت هيجيب لي ايه؟ هيرد لي ايه؟ يا شباب من اسمها اهو اتش ريف، يعني هات لي اللوكيشن الاتش ريف بتاعتها، فالمفروض هيعمل ايه؟ هيجيب لي ايه؟ الصفحه بتاعتي، الصفحه بتاعتي ايه؟ الصفحه بتاعتك اللي هي مش ديمو 1 بقى، ده ديمو 1 شامله الهوست بتاعك.
الهوست بتاعك. يعني انت لو رافعها على فيسبوك هيقول لك facebook.com/demand.min، لكن انا عشان انا لوكال فبيقول لي ايه اللوكال هوست كذا. هتفهم حاجه ولا ايه؟ طيب في اللوكيشن غير الاتش ده تقدر تقول له دوت البورت. البورت ده يا شباب اي برنامج عندك او اي هوست عندك لازم يكون له البورت. البورت ده اللي هو بالنسبه لي اللي هو الرقم بعد الدومين ده اللي هو ده. هعمل ريفرش بس الاول. ده البورت بتاعك، البورت اللي هو الرقم ده. طبعا انت لما يجي لك هوست انت مش بيظهر لك الدومين في بورت، ما بيظهرش يقول لك facebook.com، لكن ما تلاقيش البورت، لكن في بورت اصلا. الفيسبوك ده الهوست بتاعه عشان يشتغل لازم يكون في بورت، ولكن انت الدومين لما بتشتري بتكتب ايه facebook.com، فهو بيشاور على هوست معين. ولكن اي ابلكيشن البرنامج اللي انا مسجل ليه ده ليه بورت، البرنامج اللي انت بتسطبه على تشغيل الفيديوهات ليه بورت، كل واحد ليه رقم، كل نافذه بيخرج منها. عشان يشتغل البرنامج ده لازم يشتغل من خلال مين؟ من خلال بورت. لو انت حبيت تعمل قطع في البورت تقدر تقول له الهوست. الهوست انا شغال عليه. الهوست انا دلوقتي مش شغال على هوست اصلا، انا شغال على لوكال، لوكال بتاعي. ولكن بعد كده لما تيجي ترفع يبقى السيرفر بتاعك ده اسم السيرفر. فاي معلومات على السيرفر اللي انت عايز تعرفها توصلها من خلال مين؟ لوكيشن. وكمان ممكن يا شباب بعض الاحوال انا عايز مثلا اجيب الصفحه اللي انا شغال فيها حلو، واتشيك اقول لو الريزلت دي كذا والله اعمل لي ريلود للصفحه دي. فاعمل ريلود للصفحه دي ازاي؟ اقول له كده باي ويندو دوت اوبن وادي له مين الريزلت دي. طبعا احنا مش هنعمل كده لان هو فعليا عامل لنا حاجه جميله جدا فانكشن اسمها دوت ريلود ولا ريفريش. ريلود ولا ريفريش؟ ريلود راحت فين بقى؟ ويندو دوت ريلود مش جايه، مفيش لوكيشن دوت ريلود. هي موجوده جوه ايه؟ جوه اللوكيشن برضه. اسمها ايه دي؟ بتعمل ايه؟ والله دي بتعمل لك ريلود لمين؟ للبيج نفسها. عادي جدا، ما انا عايز اعمل ريلود. تمام. في برضه ويندو دوت لوكيشن دوت ريفريش. ريفريش ولا ايه؟ طيب في حاجه ثانيه هجيبها لك منها اسمها ريفريش، بس من حاجه اسمها نافيجيتور. بس انا عايز اخلص اللوكيشن. اللوكيشن دوت ريبليس. ريبليس دي تاخد مني ايه؟ يو ار ال. يعني انا عايز الصفحه دي ترابلس وتبقى تاسك دوت اتش تي ام ال. يعني مع نفسه كده يضغط على صفحه تلاقي صفحه اتفتحت ثانيه. تعمل ايه؟ ارابلس اليو ار ال بتاعي بصفحه ثانيه خالص خلاص، اللي هي قفل دي وراح فتح الثانيه خلاص. فانا ممكن افتح يو ار ال ثاني زي اوبن كده، ولكن ده بقول له ريبلس اليو ار ال بتاعي بحاجه ثانيه. خليهم هنا ممكن ايه تحتفظ بيهم. طيب ده بالنسبه للوكيشن. تعال نشوف ايه ثاني في اللوكيشن عشان انا بنساهم برضو. اتش ريف هوست مان الهوست هوست نيم الباس نيم لو انت عايز البروتوكول الاساين ده كله برضو حاجه خاصه بالهوست، مش هتحتاج غالبا، مش هتحتاج البروتوكول اتش تي بي ولا اتش تي بي اس. البروتوكول اللي هو مثلا انت مثلا تفتح عندك مثلا اتش تي بي اي او اتش تي بي اس اللي هو سكيور لو انت عايز تعرف الحاجه بتاعتك. طيب تعالى بقى خلينا في الهيستوري بقى. ده بالنسبه للسكرين، ده بالنسبه للوكيشن. اللوكيشن اللي هو خاص بالصفحه والهوست بتاعك والسيرفر بتاعك. الهيستوري بقى اللي هو خاص ب الاساين. شوفها لك ارجع لك باك ليه كان كاتب ايه في الاساين. نسب لود نيو دوكيمنت، يعني انت كمان زي ريبليس كده ان انت بتدي له فانكشن وتروح تدي له ال، ما فيش فرق خالص. هو هيعمل لك ريبليس ليها. الساين دي زي اوبن بالظبط، ما فيش فرق فيها خالص يعني اطلاقا. لو عملت كده اهو نفس الكلام. لو انت خليت دي كانت اسمها ايه الثانيه؟ ريبليس. ريبليس. مش فرق خالص.
تمام؟ ده ايكوال ده، ده ايكوال ده. ولذلك تلاقينا مش عارف كل الفانكشن اصلا، لان هو هتلاقينا عارف واحده تؤدي نفس الغرض. كل ريبليس ريبليس لك، مش هتعرف تباكر فورورد. هنا كده ويندو مين هيستوري، هيستوري دي شباب ان انا بيحتفظ لي بالحاله بتاعت البيج بتاعتي. يعني البيج دي قبل ما افتحها كنت فاتح ايه؟ كنت فاتح ديم 1. طب لما وصلت لها، وصلت لها من خلال ديم 1، طب انا عايز ارجع لديم 1، فممكن تعمل زرار يقول لك ايه باك، يرجع لك للبيج اللي انت كنت ايه فيها. اللي انت كنت فيها دلوقتي انا عايز اعمل فورورد اللي قدام شويه، ففي فانكشن برضه خليك تعمل ايه للامام، فورورد باك او فورورد. طب انا عايز ارجع باك مرتين، في ان انت تقدر تعمل ايه فورورد مرتين، في ممكن تمسح الهيستوري ده. تمام كلير. طيب عشان نوصل للكلام ده ازاي؟ طلع سؤال الله، انا هعمل بس حاجه كده بسيطه لان انا عايز افتح الصفحه الثانيه ببيج، يعني مش عايز افتحها من خلال ايديا. اكتب كده اي لينك ويفتح مين؟ ديمو 1. واقول له هنا مين؟ جو ديمو 1. لما انا فتحت كده انا فتحت تاسك صح؟ في لينك هنا كده يا غيث. لو انا رحت اللينك كده، الصفحه دي الهيستوري بتاعتها هي جايه منين؟ بيج تانية صح؟ لو انا ضغطت كده ما بيعملش حاجه، لكن انا تحت الزرار ده اقدر اعمل ايه يا شباب؟ تحت الزرار اللطيف اللذيذ ده ممكن اقول له بص يا باشا ويندو دوت، مش لوكيشن بقى، حاجه اسمها هيستوري، حاجه اسمها ايه؟ دوت باك. دي فانكشن ولا ميثود ولا فانكشن ولا بروبرتي دي؟ بروبرتي فانكشن. فانكشن ايه؟ تاخد مني ايه؟ ما تاخدش مني ايه؟ بارامتر. فعارف يعمل لك ايه؟ يعمل لك ايه؟ هي هي باك، هيشوف الصفحه دي كانت جايه منين، عمل لها مين باك. بص باك، عمل باك ليها. طب انا عايز اعمل باك مرتين، يعني ايه باك مرتين؟ يعني تعالى كده اعمل هنا كده ديمو 0 دوت مين اتش تي ام ال. ديمو 0 ده يا شباب كل اللي موجود فيها اللي هي هتفتح ديمو 1 اهو، ايه افتح ديمو 1، وديمو 1 ده موجوده اهي ديم 1 دوت شيب، وديم 1 انا اسف تفتح تاسك، تفتح تاسك اتش تي ام ال دي تفتح تاسك. بص اللينك ده بيروح يفتح تاسك، وتاسك نفسه عامل له لينك بيفتح مين؟ ديم 1. فلو انا جيت هنا ديمو 0 ده ديمو 0 ده هيروح يفتح اللي هو التاسك، وتاسك هيروح يفتح مين؟ ده بيروح باك اللي هو يروح لمين؟ ديم 1 اللي هو التاسك ده. تمام؟ أنا عايز أرجع باك تاني بقى، عايز أرجع باك مرتين. عشان أرجع باك مرتين في فانكشن تانية غير باك، فانكشن اسمها دوت جو، وتديله سالب 2. سالب 2 يعني إيه؟ ارجع مرتين. فلو أنا جيت هنا عملت ريفريش بس إيه؟ تعال روح لإيه؟ دي تفتح ديم 1، بص كده. رايح كام مرة؟ أدي مرة. أهو مرة. مدوس كده راجع بإيه؟ وممكن تديله 4 5 6 مفيش مشكله. طيب لو انت حاططه بالموجب يعمل فورورد للامام مرتين. تمام؟ يعني ايه فورورد للامام مرتين؟ يعني مثلا تخيل كده الصفحه دي هي اللي بتروح تفتح جو تاسك، دي اللي بتفتح تاسك. بص كده، بص كده، دي بتفتح تاسك. لو انا ضغطت كده فتح مين؟ تاسك. طيب تعال روح لها كده، انا عايز اقول له ايه؟ فورورد، فورورد للامام. ده يعني مش بتعمل باك، لا ده بتعمل فورورد. اول ما كليك كده اعمل ريفريش الاول. ما فيش فورورد لانه ما فتحش حاجه ولا ايه؟ باك ده كده جو تاسك. الله ينور عليك. تمام اللي هو فورورد. لو انت عايز بقى تروح للامام مرتين تقول له جو وتدي له هنا بمين؟ بالموف. انت ممكن تعمل نكس وبريفرنس بالشكل ده زي ما هنا كده.
نيكست ويف نيكست بروسيس. طيب في تاني في الجو تو سهلين ولا صعبين الكلام ده يا شباب؟ البوم اسهل بكتير من الدوم، انت بتتعامل مع فانكشن جاهزه. تعال نروح بقى للنافيجيشن، النافيجيتور. ايه النافيجيتور ده؟ جافا سكريبت نافيجيتور. النافيجيتور ان انا عايز اعرف الابلكيشن بتاعي ده، البراوزر اللي انا شغال بيه اسمه ايه؟ جوجل كروم ولا فايرفوكس ولا كذا وكذا. لو انا اتعملت كده بص نافيجيتور دوت كوك انيبل، ده هو كده عمل له انيبل عشان يحفظه في السيشن عنده او كوكي. تعال نشوف الابلكيشن بتاعه ايه، ابلكيشن كروم ولا فايرفوكس ولا كذا. فلما نوصل لنا كده يديك اسم الابلكيشن اللي انت شغال عليه. طبعا كروم وفايرفوكس والكلام ده كله هتلاقيهم ايه، الاي بتاعهم هتلاقيه يا اما كروم يا اما فايرفوكس او سفاري على حسب البراوزر بتاعك. طيب ده كله برضو الابلكيشن كود، كل ايه كل برنامج، كل من برنامج من دول ليه كود معين، كروم ليه كود وده ليه كود. ما اعتقدش ان انت ايه هتحتاج الفيرجن بتاعه، لو انت عايز تعرف الفيرجن ده الفيرجن بتاعك اللي هو ده لما من السيتنج ولا من اباوت، من الاباوت او الهيلب. تعرف الفيرجن بتاعك هنا مثلا الفيرجن 79، فهتقدر برضو من خلال النافيجيتور ده تعرف مين الفيرجن بتاعك. طيب ده ما يهمنيش، ده كله بلاتفورم اللي انت شغال عليه، بلاتفورم ايه انت شغال على ويندوز ولا لينكس ولا ايه بالظبط، البراوزر اللغه بتاعته ايه، لغه عربي ولا انت عامله فرنسي فرنساوي ولا انجلش ولا كذا، نافيجيتور دوت مين لانجوج، ده كلها بروبرتي جاهزه يا شباب. تمام يعني مثلا كده اهو ده ايه اي ان يو اس، يعني البراوزر ده لو انا غيرت السيتنج بتاعه وخليته عربي يقول لي اي ان اي ار اي جي مثلا، اسف اي جي اللي هو ايجيبت اي ار. ده طبعا كل دوله لها كود للغه، اي ان يو اس ده الولايات المتحده مثلا، مصر ايجيبت اي جي اي ار، السعوديه لها كود معين، كل دوله لها ايه فورمات للغه بتاعتها. فعشان توصلها تقول له النافيجيتور دوت مين لانجوج. في جوه النافيجيتور ده بقى اللي احنا خدناه طبعا عشان الناس ما تتلخبطش، عشان الناس تعرف ان احنا خدنا حاجات كتير. كل اللي خدناه حاجه اسمها ويندو جواها حاجه اسمها لوكيشن، واللوكيشن تعرف منها الهوست بتاعك او البورت بتاعك او الاتش ريف بتاعتك. خدنا حاجه ثانيه اسمها مين هيستوري، والهيستوري دي تعرف منها تباك لورا او الفورورد او الكلام ده كله. واخر حاجه خدناها ايه النافيجيتور. النافيجيتور ده اللي هو بتقدر من خلاله جيتور، تقدر من خلاله تعرف ايه النافيجيتور بتاعتك اللي هو البراوزر بتاعك، اللغه بتاعت البراوزر، الفيرجن بتاع البراوزر، اسم البراوزر. من ضمن النافيجيتور ده حاجه مهمه جدا ممكن تستخدمها ويندو دوت نافيجيتور دوت اون لاين دوت ايه اون لاين. ده بروبرتي ولا فانكشن دي شايفين ايه دوت اون لاين. دي البروبرتي دي لو انا استقبلتها في ريزلت فار ار يساوي، وتعالى نبصيها لمين، ده كومنت كله، ده كومنت ده كله وحطه تحت ده عشان اللي هيذاكر يعني. احنا كده كده عندنا اهو انا اسف الريزلت اهو ويساوي ويندو، ونقول له ايه المره دي ايه نافيجيتور دوت مين اونلاين دوت اونلاين. دي بترجع من لاما ترو لاما فولس على حسب ايه بقى، لو كونكت او نوت كونكت. فلما اجي اعمل ريفرش هنا كده، طبعا احنا عايزين نقفل كل البيجز دي. مع السلامه يا ريس، مع السلامه، مع السلامه. طيب تعال نفتح مين الصفحه بتاعتنا. طبعا انا كونكت دلوقتي بايه بنت، فلما اقول له تيست قال لي ايه ترو، معلش مهندسه اهو. فلما قلت له ايه نافيجيتور ويندو نافيجيتور اونلاين ودوست اوكي قال لي ايه ترو. لو انا فصلت النت عني قلت له ديسكونكت انا مش متصل بالنت اهو، عايز اقول له ديسكونكت برضو. كونكتد ازاي؟ وصل، انا واصله، انا كده الحاله انا مش كونكتد صح؟ قال لي ايه فولس. طب ما انا اقدر اعمل حاجه حلوه، بدل ما احطها تحت زرار مش ممكن اعمل كده، اخد الكلام ده كده الكود ده بدل ما هو فين
بدل ما هو في فانكشن، بدل ما هو في زرار، ممكن عندي فانكشن اسمها سيت تايمين، سيت انترفال. سيت ايه؟ بتاخد مني ايه؟ فانكشن انيميوس. وبتاخد مني كام؟ كل نص ثانيه، كل نص ثانيه يروح يتشيك على مين؟ على النت بتاعي. او كل ثانيه، كل ايه؟ كل ثانيه. رحت قلت له ايه يا عم؟ هنا بص، امال شفت الناس؟ احط ايه القوسين بتوعته اهو، الت شيفت اف، بقول له الريزلت بيساوي كذا element dot in html. لا ده انا هعمل تشيك بقى، اقول له ايه؟ اف الريزلت. اف الريزلت يعني ايه؟ لو الريزلت ترو، ممكن تقول له اف الريزلت او الريزلت يساوي ايه؟ ترو. ولكن الافضل بتاعك انت بقى تختصر الكود تقول له اف الريزلت. اف الريزلت معناها لو الريزلت ترو، يا اما تكتب له يساوي ترو يوم ما تفضل يعني، تمام. ولكن مش مستاهل انت تقول له كذا، لان انت بتقول له اف الريزلت معناها لو الريزلت ايه؟ بترو. اعمل ايه؟ قول له الدوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي، الاي دي بتاعي اسمه ايه؟ اكس دوت انر ايه؟ اتش تي ام ال يساوي اون لاين، يعني انت اون لاين حال. انا مش شايف اي حاجه، اون لاين اون لاين بالشكل ده. طيب إلس ايه اللي هيحصل؟ نفس السطر ده ولكن كلمة مين؟ اوف لاين، اوف لاين. لما رن كده طبعا انا مش اون لاين، فالمفروض يقول ايه؟ اوف لاين. لو انا لسبب من الاسباب عملت كونكتد بالنت او النت اتصل عندي، يقول لي ايه؟ اونلاين. ممكن يبقى زرار بقى يتحول الى الاحمر، زرار يتحول الى الاخضر مع نفسه من غير ما ادوس على اي حاجه، هيبقى في هنا زي تشيك كده، اونلاين اوف لاين كذا كذا كذا. السلام مثلا يقول ايه ده اونلاين ده ايه اوف لاين، على حسب ما انا عايز، من غير ما اعمل ريفريش ولا اي حاجه، مع نفسه ايه بدا ايه، لان سيت انترفال هو بيشتغل مع مين؟ مع نفسه. حد فاهم حاجه ولا ايه؟ طيب ده بالنسبه للنافيجيتور. طيب البوب اب اللي انا كنت بقول لك عليها، فصلت النت. البوب اب يا شباب اللي هو عايز افتح صفحه جوه صفحه او بيج داخل بيج. وغالبا البوم ده معظمه تبقى عارفه كده، واحيانا كتير جدا مش هتستخدم معظم الفانكشن اللي جواه، يعني نادرا جدا لما تستخدم فانكشن او اتنين، ولكن لما تستخدمه استخدمه في حاجه كويسه فعلا. يعني انت مثلا عايز تشيك على النت مثلا موجوده مش موجود، لو النت موجود تعمل حاجه، لو مش موجود تعمل حاجه ثانيه، فتحتاج فانكشن زي كده. عايز تعرف الويتس بتاع الشاشه بتاعتك كده، هو ليه مش راضي كونكت؟ طيب اكونكت بالجهاز بتاعي افضل. البوب اب ويندو دوت اليرت، ويندو دوت مين اليرت اللي هو عايز اطلع اليرت ولا حاجه. بقى في حاجه اسمها ويندو دوت كونفيرم، مش كده يا شباب؟ تعال حتى نعملها من غير حتى على الزرار اهو، فين الزرار اللي كنا بنضغط عليه؟ بقول له ويندو دوت مين كونفيرم. ويندو دوت كونفيرم دي اعمل ايه؟ يجي لك مسج كده فيها يس او نو، بص كنسل او اوكي. قال لي اي انت بتكتب مثلا وليكن مثلا الزرار ده ديليت، فانت بتقول له ايه؟ ار يو شور ديليت، يعني هل انت متاكد فعلا ان انت عايز تديليت الريكورد ده؟ ار يو شور ديليت؟ على كده ادوس كليك ار يو شور ديليت اوكي او ايه؟ او كانسل. لو دوست كانسل الفانكشن دي اللي اسمها كونفيرم دي ترجع لك هنا فولس، لو دوست اوكي ترجع لك مين؟ ترو. طب ده هستفيد منها في ايه؟ والله ممكن يبقى انا عايز ادلت حاجه من الداتابيز او من الريكورد الموجوده، فقبل ما يدليت اصلا لازم اديله مسج، انت عايز تدلت ده ولا لا؟ لو قال لي اوكي يبقى اروح انفذ الفانكشن اللي هتروح تديت من السيرفر، لو قال لي كانسل يبقى معناه ان هو مش عايز ايه؟ يدليت مثلا. طب انا اعرف منين؟
انا هعمل كده اف الار، لو الار ده كده بقى كانه داس ايه؟ كده بقى داس ايه؟ اوكي اوكي إلس. يبقى اقول له ايه؟ اكيد انت دوست مين؟ كانسل صح؟ طيب هنا بقى في زرار اوكي بقى لما اقول له الت اوكي هنا اكتب الكود اللي هيريموف من الداتا بيس. إلس ما عملش حاجه. ولكن انا بطلع لك الف ضغط عشان احنا ما عندناش حاجه نداليتها اصلا. يعني انا دلوقتي بطلع له مسج، يعني تخيل كده يا شباب. صلاة على رسول الله. حاضر حاضر. طيب ال HTML ما هو فيش حاجه اصلا. ايوه صح كده صح. المثال ده كويس. هطبق لك على احسن من حاجه من بقى. ايه رايك في كده بقى؟ شايف الجدول ده؟ هو عايز يطبق على البوست ده. تعالى كده نعملها على البوست ده. بس كده بس كده بس كده يا شباب. انت اصلا قبل ما تدلت المفروض تعمل ايه؟ طلع له مسج. انا بص كده ده بيدلت على طول. المفروض فيه ايه؟ في رساله تصار له. فالراجل ده قال لك تعالى اعملها يا باشمهندس مع بعض. تعالى نروح في الفانكشن اللي هي كانت بتديليت. فين الفانكشن اللي كانت بتديليت؟ كان في فانكشن كنا بنقول ايه؟ ديليت. شوف البوست، هل انت بتدي له رساله كونفيرم ولا انت بتديليت على طول؟ لا انت بقى المفروض تعمل ايه بقى؟ في حاجه اسمها ويندو، ويندو دوت ايه؟ دوت كونفيرم. تقول له ايه؟ ار يو شور. ايوه بتطلع اليرت والنتيجه بتاعتها يا اما ترو ولا فولس. اهو بار ريزلت. الريزلت دي ريزلت بتطلع هي رساله ويندو كونفيرم، بتطلع رساله مكتوب فيها الكلام ده، وبيطلع لك زرارين كانسل وايه اوكي. لو انت دوست على كانسل الريزلت دي تبقى شايله ايه؟ فولس. لو انت دوست اوكي يبقى المفروض اعمل ايه؟ اقول له اف الريزلت بقى لليوزر بقى على حسب ما اختار. انت اخترت ايه؟ انت كده دوست اوكي اكيد. انت كده دوست ايه؟ يبقى اعمل ايه؟ طب لو ما كانش خلاص انت مش عايز تعمل حاجه بقى ما تكتبيش إلس. ما ليه هتكتب إلس يعني؟ خلاص مفيش اي كود يعني. احيانا بعد اوقات لا انا عايزه في الإلس اعمل حاجه خلاص براحتي. فاهم قصدي؟ لكن احنا في حياتنا مش محتاجين. حد فاهم حاجه ولا ايه يا شباب؟ فلما نعمل ريفريش كده كويس يا خيس ان انت فكرت انا بالكلام ده، لان انا كنت عايز اعمل مثال تاني. ده افضل. ابص كده ديليت. ار يو شور ديليت؟ قلت له لا يا عم ما تدلتش يا عم. هم اربعه عامل زي ما هم. قلت له ديليت اوكي ديليت اوكي اثنين اهو ديليت. قلت له كانسل. تمام حد عنده مشاكل ولا ايه؟ سهل. طيب ده مش مع ال مش مع الـ ده بس ده يا شباب. انت اصلا انت ممكن تستخدم الكلام ده مع اي حاجه، يعني مش مع ديليت بس. اي حاجه انت عايز تعملها تبدا ايه؟ عايز تكونفيرم الحاجه دي ولا لا؟ طيب اسال سؤال بعد اذنكم. لما ادوس كده بص ديليت، بص كده ديليت بيقول لي ايه؟ ار يو شور ديليت. طب انا عايز اقول له ار يو شور ديليت واسم البوست او التايتل بتاع البوست ده، يعني الكلام بتاع البوست ده يجي هنا كونكاتينيت مع الحاجه دي. حد يقول لي اعمل ايه؟ ايوه الله ينور عليك كونكاتينيت الفاليو. هو الباشمهندس قال لك ايه؟ كونكاتينيت بقى ده كده وادوس ورايا ايه؟ كلمه البوست بوست دوت بيرنت اليمنت. الله ينور عليك. قال لي ايه؟ وروح للباتون ده اللي اضغط عليه دوت دوت بيرنت اليمنت دوت انر تكست. طبعا انت هتقول له ار يو شور ديليت وتدي له الاي دي. لو هو بقى انت مثلا عندك البوست ده ليه تايتل وليه تكست، فانت بتقول له ار يو شور ديليت التايتل بتاع البوست مثلا، يعني التايتل بس مش كل البوست يعني. ولكن احنا بنحاكي اللي هيحصل في الباك اند يعني. ديليت ار يو شور ديليت و هو البتاع ده جاي. ار يو شور ايه ده؟ نهار ابيض جايب لي ايه الزرارين. طيب انت اصلا صح اصلا ما كنتش عملت ده كده في زرارين، انت كنت عملت الاثنين باتون دول في زرار لوحده.
يعني الاثنين باتون دول اصلا الصح بتاعهم يبقى في ديفاي لوحده والشكل ده. بس انا وصلتك ليه النتيجه انت عايزين نعمل ايه بالايه بالكونفيج. طيب في فانكشن كده اسمها ريتيرن ترو وريتيرن فولس، حد عارفها؟ يعني مثلا في فانكشن ممكن اعملها كده اسمها تيست، الفانكشن دي ممكن اقول له ريتيرن هلو، يبقى الفانكشن دي بتريتيرن ايه؟ هلو. ممكن اقول الفانكشن دي ريتيرن مين؟ ترو. وممكن اقول الفانكشن دي ريتيرن مين؟ فولس. حد مش شاكك في الريتيرن اصلا؟ طيب انت عايز تقول ايه يا باشمهندس؟ عايز اقول لك بص، اي كود جافا سكريبت انت بتعمله هو بيتنفذ از فانكشن. يعني ايه يعني از فانكشن؟ يعني حضرتك اللينك ده اللي هو ايه؟ روح لتاسك مين؟ اتش تي ام ال. انت تقدر تقول له قبل ما يروح للاتش لف، قبل ما يروح للاتش لف انت ممكن تخليه يروح ينفذ مين؟ اون كليك، وروح نفذ لي فانكشن اهي، روح نفذ لي فانكشن اسمها ماي اف 1 ماي اف مثلا 2 ماي اف 2. يعني دلوقتي كده انا اقول له ايه؟ اول ما تكليك روح نفذ الفانكشن دي. هو طبعا لازم ينفذ الكود الجافا سكريبت الاول، وبعد كده يروح ينفذ الحاجه الطبيعيه بتاعته. الحاجه الطبيعيه اللي ايه؟ الاتش ريف، اللي هو يروح الاتش 1. طيب انت عايز تعمل ايه فيه؟ عايز اقول له والله الفانكشن اهي، اعمل جافا سكريبت هنا، الفانكشن اسمها مين؟ فانكشن اسمها مين؟ ماي اف 2. مالها يا عم انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز يطلع لي اليرت قبل ما يروح، مفيش مشكله طلع اليرت. حد مش شايف في كده؟ طيب بس بعد ما يطلع اليرت اعمل ايه؟ اروح للثانيه. انت ممكن تقول له كده ريتيرن فولس. انت عارف معنى ان انت تقول له ريتيرن فولس يعني ايه؟ ان الايه ده كان راح ينفذ كود معين، اللي هو كان راح يعمل ايه؟ كان عايز يروح على ايه؟ تاسك 1. انت بتقول له ريتيرن فولس، ريتيرن فولس هنا اول ما تقول له في الجافا سكريبت ريتيرن فولس هو هيمنع يبريفنت الحاجه الطبيعيه اللي كان عايز يروح يعملها. هو كان رايح يعمل ايه؟ كان رايح تاسك 1. انت قلت له كده ريتيرن فولس، خلاص ما تروحش للتاسك 1، انت وقفت. الله ينور عليك. عشان تعمل بريفنت للتفلت بتاعتك، فبتقول له في الكليك اعمل ريتيرن مين؟ مش مع ايه بقى؟ ده الكلام ده مع كل حاجه. تعال نشوف بس اللي حصل فين. هي هو ده صح؟ كان عباره عن ايه التاسك ده؟ كان كاتبين ايه؟ اون كليك روح لمين؟ قلت له اون كليك. المفروض اقول له ريتيرن مكتوبه غلط. ريتيرن النتيجه بتاعت ده. الفانكشن دي بترجع ترو ايه؟ فولس. اون كليك كده انت بتقول له اون كليك ريتيرن، اكنك قلت له هنا مين؟ اكنك قلت له ريتيرن مين؟ فولس. تعال نشوف كده، انا ثبتها بدايه اهو. ما قلت له ريتيرن فولس، اعمل ريفريش، شايف كده؟ مش بيروح. طيب انت عايز تعمل ايه يا باشمهندس؟ عايز اعمل بص ريتيرن النتيجه بتاع الفانكشن دي. الفانكشن دي كده كده بترجع ايه؟ فولس. فلما اعمل كده ريفريش شغال ولا مش شغال؟ القوسين عايز مني الكول بتاع الفانكشن كده شغال ولا لا؟ طب ما انت تقدر تعمل هنا بقى تشيك هنا، مش دايما فولس. انت مش دايما ايه؟ انت مش دايما عامل فولس، انت دايما تقول له كونفيرم ار يو واللي انت عايز تكتبه، واقول له ايه؟ استقبل الكلام ده فيها ريزلت. وممكن ما استقبلش الكلام ده في ريزلت يا شباب، ممكن اعمله ايه؟ اف واحط الكلام ده. مش كده كده الكونفيرم دي بترجع ريزلت؟ بدل ما احطها في ريزلت واعمل كده اقول له ايه؟ لو هو كده، لو هو كونفيرم اقول له تريتن مين؟ else. اقول له ايه؟ حد فاهم اللي عملته ده ولا هدو تاني؟ انا عملت ايه؟ عملت مسج هتطلع ايه؟ بقول له لو اليوزر دايس اوكي خلاص روح على روح للصفحه اللي انت عايز تروح لها، لو جاز كانسل فولز، اعمل ريفريش كانسل، راح لمكان اوكي. طب ده انا كنت عايز اعمل ايه؟ هو ده اللي كنت عايز اعمله بقى، كنت عايز اجيب التيبل ده بس غيث اعطانا مثال احسن منه بصراحه، كنت عايز اعمل كده. وليكن مثلا ده اللينكات بتاعتنا اهو،
ده التيبل بتاعنا اللي موجود عندنا اهو. انا مره اطبق لك على المثال اهو علشان ايه تثبت يعني ايه ريتيرن ويعني ايه كذا. ادي اسم الاول وادي اسم الثاني وادي ايه الايش بتاعنا. كنت انا عايز اعمل ايه؟ زرار هنا كده تي دي تي دي اهي اهو تي دي اهي او تي اتش اهي. اقول له ايه؟ ريموف. بس ريموف ده هيبقى هنا تي دي اهي جواها كلمه مين؟ ايه؟ وبيروح على فانكشن في الباك اند اسمها ديليت. بيروح على فانكشن اسمها ديليت دوت مثلا اتش تي ام ال، صفحه اسمها ديليت اتش تي ام ال. الصفحه دي بتدلت واكتب هنا كلمه مين؟ ديليت. ونفس الكلام ده في هنا ونفس الكلام هنا بالشكل ده. كنت عايز اعمل كده شباب. بص ديليت. بس لما ديليت كده هو فعليا هيروح يدلت على طول. انت لازم قبل ما تديليت اي حاجه لازم تعمل ايه؟ كونفيرم. فالمفروض هتعمل ايه؟ حد ماليني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ عايز اعمل عايز اعمل كونفيرم لسه عاملين دلوقتي. اقول له ايه؟ اون كليك وروح لمين؟ الفانكشن. وليكن الفانكشن اسمها ماي اف 3 حلو؟ او اسميها بقى ايه؟ كونفيرم ديت. كونفيرم مين؟ بس دي بتاخد مني ليه اما تراجع ليه اما ترو ليه اما ايه؟ فولس. راح اقول له ريتيرن ريتيرن ليه اما ترو ليه اما ايه؟ ريتيرن ترو ليه اما ايه؟ ريتيرن ما هو الايه ده محتاج مني لاما اقول له ريتيرن ترو لاما ريتيرن مين؟ فولس. يعني الاون كليك بقول له امنع البريفنت يعني يعني بريفنت الديفولت بتاعك فمستني مني ريتيرن لاما ترو لاما مين؟ لاما فولس. يعني مش مستني مني كلمه ترو ولا فولس، يعني مش مستني مني اون كليك فولس، يعني مش مستني هنا كلمه فولس. حلو. هي هترجع لي ليه كلمه ترو؟ ليه ما ترجع لي كلمه مين؟ فولس. الايفنت بتاع الاون كليك ده عشان تمنع البريفنت لازم تقول له ريتيرن وتكتبي له هنا ترو. يعني لازم ياخد منك ريتيرن ترو، يعني انت كده شغال الطبيعي بتاعك. لو انا قلت له ريتيرن فولس انت كده لا انت منحت البريفنت بتاعتك. فالفانكشن بتاعتك ما ترجعش غير الكلمه دي بس، لا اما ترو لا اما ايه؟ فانا لازم اكتب انا بدايه كلمه مين؟ لا 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 هو سيبك من الفانكشن، انا ممكن اكتب الكود جافا سكريبت هنا اصلا. هو هنا مستني مني لا اما كلمه ريتيرن ترو لا اما مستني مني كلمه مين؟ ده انت ممكن اصلا ما فيش فانكشن اصلا. بص بص ريتيرن واكتب كده بص كونفيرم. طب اكتب دي اهو اكتب ايه؟ اه صح صح ما هي الصح بتاعها ويندو، ولكن عشان كونفيرم دي زي الالرت كده، الالرت دي لازم عشان تكتبيها تكتب ويندو دوت ايه؟ الرت، ولكن عشان كتر استخدامها فايه؟ تقدر توصل لها على طول. كويس السؤال ده. فريتيرن كونفيرم ما فيش فانكشن اصلا اهو. الكونفيرم دي بترجع ايه؟ لا ده ترجع المسج لا اما ترو لا اما ايه؟ هي بتكتب المسج بس لما تضغط على اوكي اللي بيرجع منها ايه؟ في فرق بين اللي هي بتظهر ايه وفرق هي بترجع ايه؟ بترجع ليه؟ ماشي. اليوزر ضغط اوكي رجع الترو، ضغط كانسل يبقى هنا كده هيبقى مكتوب لا اما ترو لا اما مكتوب مين؟ يبقى اصلا ما فيش فانكشن، ممكن ما يبقاش في فانكشن اصلا. هو بيقول لها كونفيرم ار يو شور والكلام اللي انت عايزه ايه؟ اكتبيه. ونفس الكلام ده طبعا انت المفروض صح ده في الباك اند اصلا الفور لوب والكلام ده كله، فالمفروض اصلا تعمل فانكشن افضل. ليه؟ انت اصلا هتقول لها تعمل ايه؟ هتقول لها كونفيرم وتاخد ده زيز معاك. ولكن احنا بنحاكي الواقع اللي هيحصل يعني، هاخد ده كده واقول له هنا كده. اهو تعال نجرب كده، مفيش فانكشن ما عملتش فانكشن المره ده اهو. بص مفيش فانكشن اهو. دوس كانسل. عمل حاجة؟ اه لما تدوس اوكي بقى انت بقى ايه؟ عطياله حاجة تانية يروح يدلل. خلاص؟ في مشاكل لحد هنا يا شباب؟ حد عنده مشكلة؟ طيب
علشان الموضوع ده رخم والكلام ده كله، بدل ما تقول له ريتيرن فولس وريتيرن ترو، انت ممكن تعمل كده بقى. بص يا ريس، بدل ما تعمل تشيك ومش تشيك والكلام ده كله، تقدر تقول له ايه؟ انت طبعا لازم تبقى باعت زيس معاك هنا، تبقى باعت في فانكشن مين؟ كلمه مين؟ زيس. حلو كده؟ وتستقبل زيس ده فيها؟ في اوبجكت. في فانكشن جاهزه اسمها اوبجكت دوت بريفنت، بريفنت ديفولت. يعني ايه الكلام اللي انا كتبته ده؟ يعني الاوبجكت ده كان المفروض راح يعمل ايه؟ يقول ايه؟ فانت قلت له امنع البريفنت ديفولت، يعني انت ما اللي انت كنت بتعمله ده ده مش طبيعي، تعالى بقى اعمل اللي انا عايزه. اعمل ايه؟ والله اكتب هنا كود بقى كالكوليشن على شويه حاجات، على شويه كذا، على شويه كذا. يبقى انت ممكن تعمل لينك عشان تعمل بي ديزاين، ولكن هو مش بيروح لايه؟ لصفحه، انت عامله بس ايه؟ كشكل، ولكن هو اللي بيضغط عليه بيروح يعمل له شويه كالكوليشن، كانك عملته زي باتون بس. فاهم قصدي؟ ولكن عشان تعمل كده لازم تقول له ايه؟ دوت بريفنت ديفولت. يبقى بس انت هدفك ان انت عايز تعرف الكلام ده بس. طيب في حاجه اسمها برومبت. برومبت يا شباب ممكن ما تستخدمها. اتفضل. ايه يا باشا؟ فين كده؟ فين كده؟ لا لا لا، هو بيطبق كود الجافا سكريبت الاول يا ريس، مالهاش دعوه. انا لسه اتكلمت وقلت ايه؟ اون كليك هيروح ينفذ الكود الجافا سكريبت، وخلي بالك لو في حاجه اسمها اون ماوس موف برضه ما هيروح ينفذ الكود الموجود في الجافا سكريبت، وفي الاخر يعمل الحاجه اللي بتاعته. احنا وصلنا لحد فين؟ لحد برومبت. برومبت دي مش هتستخدمها كتير، ولكن تعالى نشوفها مع بعض. برومبت دي يا شباب عامله زي الكونفيرم كده، ولكن الكونفيرم بيطلع لك زرارين، اما دي برومبت بيطلع لك تكست مكتوب، تدخل احمد محمد زي تكست كده تكتب فيه. اللي انت بتكتبه هو اللي بيرجع في البرومبت. اه بص كده، انا مثلا تعالى كده من غير حتى اي فانكشناليتي او في الجافا سكريبت، اهو مفتح الصفحه اهو، بقول له برومبت بليز انتر نيم، وهنا بدي له ديفولت فاليو، انا عايزه يبقى فاضي اهو. يبقى كده اقول له الرساله اللي هتظهر له بليز انتر مين، والقيمه بتاعت النيم ده هتبقى ايه؟ فاضيه. اللي اليوزر هيكتبه هو اللي هيكون هنا كده. بص كده بار اكس، اكس هنا اللي اليوزر كتبه. انت ممكن تخليه يكتب تاريخ ميلاده وتعمل عليه كالكوليشن تقول له تاريخ ميلادك غلط او صح. طيب ما اعتقدش ان انت هتحتاجها يعني، بس تبقى عارفها. في حاجه اسمها اليرت، عارفينها ولا ايه؟ خلاص. طيب التايمنج ايفنج ده انا شرحتها قبل اصلا ما نعرف يعني ايه ويندو، ولكن هي موجوده في الويندو اصلا. ويندو دوت سيت تايم اوت دوت سيت ايه؟ انت دول موجودين جوه الويندو اصلا، بس انا عديت عليهم اصلا شرح قبل كده. لو انت عايز تستوب التايم اوت او السيت تايم انترفال، في حاجه اسمها كلير تايم اوت، تقول له كلير تايم اوت، خلاص وقف التايم اوت، او كلير تايم انترفال اللي انت تمسحها خلاص، ستوب بقى الكلام ده. ستوب اهو نفس الكلام ده كنا واخدينه عنده. اللي بعديه بقى جافا سكريبت ايه؟ كوكي. الكوكي ان انا عايز احفظ في البراوزر داتا عندي، عايز احفظ في البراوزر ايه؟ داتا. بعدين تاخد بريك ولا ايه؟ كنت اخلص الكوكي، انا اشرح الكوكي بعد ما ترجع. تمام، خد بريك.